اليوم غادي نكتشفوا السحر الجنوب الايطالي، مدينه في سالينتو في لا ريجون ديال بوليا. مرحبا بكم في كاليبوليا. دابا غادي ندخلوا للمدينه القديمه ديال كاليبولي، غادي نديروا فيها دويره ونشوفوا البلي كيفاش داير، نشوفوا الاركيتكتور كيفاش دايره. صراحه داكشي زوين بزاف. بالنسبه لكاليبولي كتميز بالمنازل الملونه اللي فيها، كما قلت لكم معروفه بلو ستيل باروك في الاركيتكتور ديالها، في الكالتشر ديالها اللي كان في القرن 17. وحنا دابا في كاتدرال ديال سان اغاتا، كاتدرال اللي قديمه بزاف كترجع للقرن 17، واللي الاركيتكتور اللي فيها كيفاش مبنيه وكيبان فيها واحد الابداع كبير، وهذا الشيء كما قلت لكم راجع للقرن 17. هذه اللي كتشوفوا دابا فكانت فرماسيان من 1814، كان ديال واحد السيد اللي كان كيداوي الفقراء في ذاك الوقت، ودابا ولات بارفيومري كيبيعوا فيها لي بارفان. وغادي نختموا بالكاستيلو اراغونيز اللي كاين ورايا، اللي تبنى في القرن 13 ومازال واقف، مازال كاين حتى لدابا. وكانت هذه دويره خفيفه في كاليبولي في الجنوب ديال ايطاليا. نشوفكم في الفيديو الجاي. يا سلام، هذه ديال الصيف يا معلم، هذه اللي غنبقى نشرب انا في الصيف.